ديالي لاباس عليكم، كلشي بخير، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. نتمنى نكون مغبتش عليكم يا ربي. شخباركم؟ يكبر دخل عليكم الصيد، يكبر قهركم الصيد. انا اليوم جيت كيف ديما وجبت لكم عيال جديد، جبت لكم واحد المقشر طبيعي للشفاء، كيخلي لكم الشفاء ديالكم ورديه، واش تقدروا تستغنيو بهذه الطريقه. كتقدروا تستغنيو على الغوج، على داك اللي تبقاو ديروه يوميا. هذه الطريقه طريقه طبيعيه غادي تخلي لكم الشفاء ديالكم غزالين. اول حاجه مرطبه، وثاني حاجه غادي يبان ديما الفم ديالكم الطبيعي بلا ما يعرفوكم الناس اشنو دايرين. تقدروا تستعملوها حتى الخدود ديالكم، وهي كنحتاجو قليل من العسل، كنحتاجو سنينه كيف كتشوفوا. غادي نديرو معلقه ديال السكر سنينه، غادي نديرو عليه واحد المعلقه ديال عسل النحل الطبيعي، كنخلطو الكل. كيف كتشوفوا، وكنديرو هذا. عندي الكركدير مطحون، ندير واحد القطيره باش كيعطيني داك اللون. واش تقدروا ديروا البربه او ما يسمى، ما عرفتش سميتها باللغه العربيه، تقدروا تبشروها وداك الماء ديالها، تصفيوها وداك الماء ديالها وديروه. انا عندي الكركدير شطه، حنا غادي ندير القليل منه. كيعطيني داك اللون الوردي. وعندي هنا الدواء الحمر هبره، غادي تلقاوه في لي بارافارماسي، وغادي تلقاوه في لا فارماسي. غير في لا فارماسي كيكون الثمن ديالو شويه طالع، لانه هو افضل وافضل بكثير من دم الغزال. دم الغزال كنعرفو هو زوين، ولكن ما بقاش يعني الاوريجينال ديالو ولا غير. دابا كيف كتشوفوا غادي ندير واحد شويه، لانه غير كثرتو، غادي ندير غير واحد شويه، انه هاد شويه تشوفوا اللون اللي غادي يعطينا ما شاء الله. كيف كتشوفوا غادي نخلطو بحال هكا، يجيب لكم اللون ديالو كيبدا يتغير. غادي تلاحظوا بالنسبه للدواء احمر غبره، غتلقاه في لي بارافارماسي ناقص شويه. هو الثمن ديالو غالي، ولكن كتقدروا تاخذوا اي حاجه بيتو، يعني سواء 10 دراهم سواء 20 درهم على حسب المقدور ديال كل واحد. كيبان لي غادي نضيف شويه، انا صراحه الله لانه غير شويه كيبقى لك كديكم بزاف، لان كتديروا غير شويه كيعطي. كيف كتشوفوا دابا غادي نشدو هذا المقشر، انا غادي نديرو هنايا. بصراحه ما عنديش هذوك لي بواط صغيورين بزاف، وغادي نستعملو في هادو ديال العدسات. انا غادي نجربو واحد شويه باش تشوفوا اللون كيف اعطي. شوفوا يديا كي ولات، شتي ها شتي، شتو صبعي كيف ولا. هادو هما الشفاه ديالنا، غادي نشدوهم وغادي ندير لهم تقشير خفيف بهذا. وتقدروا تهزوه ديروه معكم في البواطه، وتهزوه معكم في الصاك ديالكم، ما كيخسر ما حتى شي حاجه. شتو كيف كتشوف، ما عرفتش واش كتبان لكم. شتو اللون كيعطى، كيعطي واحد اللون غزال 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 غزال. من بعد كتمسحوه كتخليوه. دابا انا غادي نديرو هنايا، من بعد غادي نشوف نوريكم الغوج علاف. شوفوا صبعي كيف ولا، شفتو غير قطيره منه، واحد شويش اللي كديرو من هذاك الدواء الاحمر. غادي نشدو دابا، غادي نديرو في هاد البواطي.
من الافضل تحتفظوا به في الثلاجه حيت فيه السكر، ولا كنتو خارجين داكشي تقدروا ديروه ماشي مشكل. انا باش غادي نعلمهم غندير هادي اسود. غادي ندوز دابا انا كنحتاجو سواء الفازلين، انا اخترت هنايا كريم ديال الجليسيرين لانه فحالو فحال الفازلين. انا صراحة الله هو مرطب بزاف 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 بزاف، غزال عجبني. غادي نهزو وغادي نخدم بيه، غادي ندير لكم غير واحد شوية باش ناخدو واحد الكمية قليلة. غادي نديروها في هاد البواتشين على هاد الشكل. غادي نديرو واحد شوية، سمحوا لي انا راه طبيعي سبونطاني، راه تنهضر عادي وتنتعامل عادي، ما فيا لا شيكي لا حتى شي حاجه. دونك غادي ناخد القليل من الضوء الاحمر كيف كتشوفوا هذا الشيء اللي خديت، شتي اللون ديالو كيف داير. غادي نضيفو لهاد سواء الفازلين ولا هاد الكريم اللي عندي انا. غادي نجيب واحد التويند هكا وغادي نبدا غادي تشوفوا اللون ديالو. واو 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 واو، كترسو بزاف. ولا عندي احمر شفاه فاقع، مابقاش عندي احمر شفاه نورمال، شفتو كيعطي واحد اللون غزال. وانا صراحة الله انا كنفضلو على دم الغزال، انا دم الغزال غالي بزاف ومبقاش الدوريجين. ولا دابا شديت هادي غير 20 درهم، 20 درهم راه فيها قديد هكا، ولكن راه قاليا الفارماسي خدي غير شويه ما تكثريش منه، راه غير شويه وراه كيديك اللي راه يديك مده طويله. لا عرفتي ليه، شتو اللون فاقع فاقع فاقع، هذا كتشدوه مرة خليت هادشي كتشدوه، وهذا هو الفم ديالكم. لاحظتوا راه كيولي الفم ديالكم غوز، كديروا واحد شويه على الفم ديالكم وواحد شويه على الخدود ديالكم. شويه الا قلت شويه يعني راه شويه كيكا، باش كيبقى لكم داك الخدود ديالكم حمرين. شفتوا واو، عرفتي كترسو جلاف ديال السهرات. لا غنقول لكم قربت مسحتكم وراحتكم. ونتمنى تجربوا هذه الفكره، عندي بزاف ديال الافكار الجميله ان شاء الله، وبتشجيعاتكم نتوما اللي غتخليوني وغتشجعوني باش نزيد نعطيكم بزاف ديال الوصفات اللي تقدروا تستغنوا على بزاف ديال المستحضرات الجميليه الغاليه وبديلات ارخص وارخص. يعني دابا حنا درنا قدينا غوج الاف، تقدروا تستغنوا على بزاف الغوج الاف غالي وتصاوبوا هذا وطبيعي وعارفه شنو دايره فيه. غنقول لكم بالصحه والراحه، نتمنى يعجبكم الفيديو، نتمنى نكون خفيفه ظريفه على قلبكم، ونتمنى الله يخليكم تخليوا لي تعليق وفضلا وليس امرا. ونتمنى تضغطوا على زر الجرس مع تفعيل الضغط على الاشتراك مع تفعيل الجرس، وتخليوا لي لايك وتشاركوا بارطاجيو الفيديو ديالكم مع صحابكم وصحاباتكم باش تعم الفائده. وخليت لكم الراحه، ما سخيتش بكم. الى فيديو جديد قادم ان شاء الله، مع السلامه، دمتم في رعايه الله، مع السلامه.